39 نائبا وضبوا أغراضهم وملفاتهم، سلموا مفاتيح مكاتبهم إلى أمين سر المجلس النيابي، حتى إن بعضهم سحب اللافتة التي تحمل اسمه خارج المكتب. ومع أن عددا من النواب رفض الحديث عن وداعه الأخير للمجلس، إلا أن كل التحضيرات أنجزت قبل 20 حزيران يونيو، موعد انتهاء صلاحيات المجلس النيابي السابق. بكل هيدا الأسبوع يعني أخذت مناسبة لحتى ضبيت غراضي بالمكتب وجاي اليوم لسلمه كمان. الحقيقة فضيت المكتب وجاهز التسليم وسلمنا النمر، والأصل ما كنا عم نحط النمر على السيارة بس إنه سلمناهم كمان وكل شيء طبيعي. أنا نهيت كل شيء يعني قبل 48 ساعة، ما بقي عندي بالمكتب إلا مشاريع موازنات 2006 2007 2008 وبانتظار 2009. وما بقي من 4 سنوات مرت داخل أروقة البرلمان ذكريات وصداقات توطدت مع الوقت. الأيام الصعبة أكيد واحد بتذكرها، والأيام اللي كنا يعني ما كنا نظهر وقعدنا مدة بالفينيسيا وأنا قعدت ببيتي بعلي مدة سنة على الأقل ما كنت أظهر. هذه أيام صعبة كانت لا شك، الأيام الحلوة وقت كمان كان الرئيس حريري رئيس حكومة. حقيقة أنا يعني كنت كتير يعني مساعد لقلو. بذكر مرة وقت كان الرئيس السنيورة عم يشرحنا قدام المجلس النيابي وقدام حتى الرأي العام كله، لأن كنا نقول مباشر إنه هو الهبة السعودية ما مس فيها، تركها مثل ما هي. كانت بفترتها بعدني بذكر صايرة حادثة الصحافي منتظر الزيدي بالعراق، يعني كنا عم نتداول إنه تجاه هالشيء اللي عم بيصير بين بعضنا كنواب إنه يا ريت بيطلع حدا هلأ مثل لأنه الرد المناسب كان على هيك كلام، كان ما في شيء بيقدر يعبر عنه الا شيء منتظر زايد يكون يا من الجسم الصحفي يا من النواب يعمل هالفصل. يعني عندنا مستوى نحن بنحب على طول نحافظ عليه، بس وقت استكملت انه وقت تداولنا بهيدي الفكره كان في تحت المنصه في زملاء من قلنا من الوزراء اللي جالسين على المنصه، بقى صرنا نأشر لهم انه حيدوا. إدارة الرئيس بري للجلسات ما بتنسى، ما حدا بيقدر ينساها حتى المواطنين بعتقد. تعويض 4 سنين شو رح تعمل؟ قضي فترة انا وعائلتي اكيد ما رح تكون كتير طويلة بس فترة قصيرة ويمكن خارج لبنان لحتى كمان هني بحاجة للريحة لأن تعبوا معي كمان. رح نضلنا يعني بالجو السياسي جو 14 أدار ما بتغير شيء. أنا بدي سافر الحقيقة، عندي سفرة وبدي أخذ شوية فاكيشن وأقلب صفحة من الحياة، لأنه حياة 15 سنة بدك تقلب صفحة على شك. حضر لأربع سنين بعدين؟ لا ما بعتقد. بمرحلة سابقة كنت مدير عام رئيس مجلس إدارة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تاني يوم النتائج بيتصل فيه أحد الأشخاص الأصدقاء وهو مسؤول كبير بشركة مهمة بيطلب مني أنه التعاون معهم بالشغل. لذلك فعلا يعني تفاجأت وعم فكر بجدية أنه اتعاون أنا وياهم. 20 حزيران هو الموعد النهائي لإفراغ مكاتب مجلس النواب من ذكريات 4 أعوام حافلة ولت، هو الموعد النهائي ليضاف للبعض صفة نائب وللبعض الآخر صفة سابق. من مبنى مكاتب مجلس النواب، كلارا جحا، قناة الجديد.